بص عايز اقول لك حاجه، يعني انا بثق في ايمن جدا عشان احنا صحاب من زمان، وكان ليا الشرف اني اشتغلت مع ايمن واشتغلت مع عمرو واشتغلت عمرو مصطفى طبعا، واشتغلت مع ايوب تعيمه واشتغلت مع محمد زيحيى ورامي جمال. يعني انا اشتغلت تقريبا مع كل الناس المحترمه اللي بتعمل فن كويس. ايمن من الناس اللي بثق فيها، بس محتاجه افهم منه شويه حاجات. طبعا احنا طبعا حقوقنا كلها تقريبا ضايعه، بس محتاجين نعمل بالانس، فمحتاجه افهم حاجات. لان انا عاجبني القصه جدا، عاجبني الموضوع. طول عمري بسال هو فين حق المطرب، ليه دايما مش موجود قدروا يوصلوا لحق الملحن والمؤلف. كويس الحمد لله احنا ابتدينا ستاب زي دي مهمه جدا، وان شاء الله نمشي على التراك الصح اللي هو لا يضايق المنتجين ولا يضايق المطربين. يعني نعمل بالانس، لان احنا عايزين نعمل فن حلو، فن محترم، مش اللي معاه فلوس بس هو اللي بيعمل اغاني حلوه ويقدر ان هو اصل الشاعر والملحن والمطرب في الاول وفي الاخر بشر، فبيبقوا عندهم متطلبات ماديه، فاكيد بيأثر عليهم حاجه. ممكن يجي حد يدفع لك فلوس اكتر فتدي له اغنيه ممكن حد احق منها، فاحنا عايزين نعمل بالانس عشان نطلع بالصناعه دي ان شاء الله. مصر ما بتمرش بحاجه، مصر قويه جدا. في شويه كلاب بيعملوا قلق، ده طبيعي عادي بيحصل واحنا متخيلين ومتوقعينه. هم بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيحطوا ولادنا في مرتبه اعلى. يعني يمكن ربنا كاتب لحد يعني انه يموت بالشكل ده عشان ياخد شهاده وعشان يكون حي رزق عنده. بيموتوا عشان بلدهم، فدي احسن حاجه، بيموتوا بشرف وبكرامه، مش ستات بطرح. فمصر ما فيهاش اي حاجه. دور الفن ان احنا لازم روحنا المعنويه دايما تبقى عاليه، لان احنا ابتدينا مشوار ومش هنتراجع عنه، لازم كلنا نفضل ايد واحده. والحمد لله انا شايفه ده في المصريين، فمش هقولك دور الفن لان اوريدي الشعب مش محتاج، هو الشعب هو اللي بيجبرنا ان احنا نعمل اغاني حلوه وان احنا نعمل شغل حلو. لان بجد المصريين مهما كان بيناموا كتير وبيطنشوا كتير، هم يعني حاجة جامدة جدا وقوية جدا وشعب بجد. يعني أنا فخورة أن أنا بتحسب أن أنا منه. يعني وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org